الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يقوي صلته مع الله يكثر من ذكر لا إله إلا الله، هو السر الأعظم. القرآن كله مبني على التوحيد، إذا ذكرت لا إله إلا الله تجدد طاقتك الداخلية وتجدد طاقتك وتملك النفس المطمئنة والنفس اللوامة إذا أكثرت من ذكر لا إله إلا الله، يعني تقوي روحانيتك وتقوي طاقتك وتقوي صلتك مع الله، وتصبح عندك نورانيات قوية، ويصبح دعاءك مقبول، وتصبح قريبا من الله، وتجلب لك الرزق والقبول والهبة وإبطال الأسحار والعين، وتجني الحسنات، وتكون لك قوة وهبة بين الناس. لا إله إلا الله معروفة بجلب الرزق كذلك. من أراد أن يجلب إليه المال فليكثر من ذكر لا إله إلا الله. مجرب من يكثر من ذكر لا إله إلا الله يجلب له المال بإذن الله. قوله بالعدد الذي تستطيع، وأنا أنصح أن يكون 1000 في الصباح، 1000 في الليل، أو 3000، أو تقوله اليوم كله كان أفضل. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا